يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا في شيء انا نفسي كنت موجوع من اخبار اللي انا قريتها عنه، لكن كل املي ان احنا نعرف ان ربنا ناظر الينا وبيمدنا سبحانه وتعالى بمدده، ونكون اقوياء قدام تحدياتنا. والتحديات المجتمعية مش تحديات مؤسسة، تحديات المجتمع كله. احنا لازم نقف مع بعض، ولازم نعيد تنشئة أولادنا من جديد، نعيدهم على تنشئة على التنشئة على منظومة من منظومات القيم بتعلم الناس الاحترام، بتعلم الناس إن البني آدم له كرامة عند الله ولا يجوز التعدي عليها. تعالوا نفتح كلام وحوار عن منظومة كرامة الإنسان وقيم اللي احنا لازم نتمسك بيها، وإزاي نربي أولادنا على ده، لأن ده من أهم الواجبات اللي علينا. وبوجه كلامي لكل أحبابي وإخواني اللي بيشتغلوا في قيادة الرأي العام، أستحلفكم بالله، أنت عندكم وظيفة وعندكم أمانة. المجتمع محتاج ترميم. من أهم وظائف العالم في الوقت المعاصر حاجتين: ترميم المجتمع ودعم التنمية. قدامكم أهو فرصة ربنا كاتبها لكم ان انتوا تداووا الموجوعين وتساعدوهم على ان هم يتماسكوا وترجعوا المجتمع تاني زي ما احنا دايما بنحب ان احنا نشوفه، مليء بالمحبة والسلام والرحمة والخير والجمال. اللهم إنا نعلم انك تنظر الينا، فألهمنا يا مولانا رشدنا، واجعلنا ممن يتيقنون مددك فيسعون في الأرض رحمة وخيرا وجمالا، واجعلنا يا ربنا أمانا وأمنا لمن حولنا، واجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمانا وجمالا ورحمة وبركة برحمتك وجودك يا رب العالمين. اللهم انظر إلى مجتمعنا بنظر الرحمة والود والحفظ يا رب العالمين.